نطق اسم الزبون بشكل خاطئ واحدة من المشاكل التي يمكن أن تواجهها عندما تعتمد كلياً على التواصل الشفهي لتنبيه الزبائن أو المضيفين بأن الطلب جاهز للاستلام. مع نقطة بيع سماد وشاشة عرض المطبخ، يمكنك استخدام شاشة الرمز المميز لعرض أرقام الطلبات لكل طلب يتم تجهيزه. لا حاجة للصراخ أو رن الأجراس بعد اليوم. في هذا الفيديو سنتعلم كيف يمكننا إتاحة شاشة الرمز المميز من نقطة بيع سماد. لنبدأ. أولاً، قم بتسجيل الدخول على حسابك في سماد. اذهب إلى الإعدادات واختر إعدادات الموقع. اختر الموقع الذي تريد إتاحة شاشة الرمز المميز فيه، ومن ثم قم بالنقر على الطابعة والإعدادات الثانوية، وقم باختيار شاشة الرمز المميز. بكل بساطة قم بتبديل المفتاح إلى آن. بعد ذلك ستظهر رسالة منبثقة تؤكد أنه تم إتاحة شاشة الرمز المميز. تحت رقم بداية شاشة الرمز، قم بإدخال الرقم المناسب والذي يشير إلى الطلب الأول، على سبيل المثال 001. قم بالنقر على تحديث. تعمل شاشة سماد لعرض المطبخ بتزامن مع شاشة الرمز، فعندما ترسل الطلبات من المطبخ ستعرض شاشة الرمز رقم الطلب منبهاً الزبون الذي ينتظر طلبه. وها قد انتهيت. بخطوات بسيطة لقد قمت بإتاحة شاشة الرمز المميز من نقطة بيع سماد الخاصة بك. تأكد من مشاهدة الفيديو السابق حول إعداد شاشة سماد لعرض المطبخ KDS 2.0. تريد معرفة المزيد؟ قم بزيارة الرابط أدناه لحجز موعد عرض تجريبي.